فأهلا وسهلا بشهر الصيام، فأهلا وسهلا بشهر الصيام، شهر التراويح شهر العبر، وشهر التراويح شهر العبر. سلام على شهرنا المنتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أسرة واحدة من على الشاطئ المحيط الأطلسي، وكذلك عن يميني نهري أبي الرقراق والذي يفصل ما بين ضفتين، ضفة مدينة سلا العتيقة الذي نحن الآن على ترابها، وكذلك العاصمة المغربية الرباط. سنكون معكم أعزائي المشاهدين لنعيش تلك الأجواء الرمضانية في هذه المدينة العتيقة في ضيافة الأستاذ محمد بن محمد بن محمد السحابي، عالم القراءات والداعية المعروف، وفي ضيافته مجموعة من الأكارم وكذلك الفضلاء الذين سيكونون في ضيافتنا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم أسرة واحدة لنعيش سويا مع هذه الأسرة وأنتم مشاهدين الكرام تلك الأجواء الرمضانية في هذه المدينة العتيقة سلا. فتفضلوا معنا مشكورين. سلا، تقع مدينة سلا على الضفة اليمنى لنهر أبي رقراق عند مصبه في المحيط الأطلسي، محاذية لذلك مدينة الرباط. يشير المؤرخون إلى أن النواة الأولى لمدينة سلا ترجع إلى القرن الحادي عشر الميلادي، حيث شهدت المدينة تطورا حضاريا عكسته مجموعة منجزات يأتي في مقدمتها المسجد الأعظم الذي أنشأه يعقوب المنصور الموحدي سنة 1196 للميلاد، ويعتبر عهد المرينيين القرن الرابع عشر الميلادي فترة ازدهار عمراني وحضاري لا نظير له. بفضل موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور بين فاس ومراكش، وبفضل وجود ميناء سلا الذي غدا مركزا للتبادل التجاري بين المغرب وأوروبا، الذي أدى بدوره إلى استقرار واستمرار النشاط التجاري والصناعي إلى حدود القرن التاسع عشر الميلادي، كله عوامل أثرت تأثيرا إيجابيا على باقي المدن المجاورة. خلال العهد السعدي القرن السابع عشر الميلادي تلاحقت هجرة الأندلسيين من شبه الجزيرة الإيبيرية، وأسسوا كيانا مستقلا عن السلطة المركزية بمراكش تعرف باسم سلا الجديدة، وكثفوا نشاطهم البحري، الشيء الذي أعطى نفسا جديدا للمدينة، أهلها لمنافسة جارتها مدينة الرباط اقتصاديا، وتعد هذه الفترة من تاريخ مدينة سلا فترة الازدهار. في ليلة القدر خير من ألف شهر، في ليلة القدر خير من ألف شهر. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان،
رمضان يا رمضان رمضان هل علينا اليمن والبركات هل علينا اليمن والبركات فيه نزل القرآن على النبي العدنان. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. كما وعدناكم سنكون معكم بإذن الله من المغرب العربي من مدينة سلا، هذه المدينة التي لا تبعد عن الرباط كما ذكرنا لكم إلا كيلومترات معدودة، وكذلك لا يفرق ما بينهما إلا نهر أبي الرقراق، في ضيافة شيخنا للشيخ محمد السحابي عالم القراءات وكذلك الداعي المعروف. شكرا لك على هذه الاستضافة شيخنا. بارك الله فيكم، مرحبا بكم، بيت بيتكم إن شاء الله. بارك الله شيخنا، ما شاء الله تبارك الله، وجدت أن من الضيوف جمعت ما بين المشرق والمغرب. تبارك الله، بشرفك من الله. ما شاء الله تبارك الله. لو على عجل عرفتنا بهؤلاء الذين شاركونا المائدة السلاوية. إن شاء الله، بارك الله فيكم. أولا الأخ هذا ابن الشيخ علي الريسوني الداعية العلامة من مدينة شوشاون، والأخ من ماليزيا. ما شاء الله تبارك الله، زائرا من ماليزيا. زائرا وهو طالب في بجامعة القنيطرة. ما شاء الله. والأخ الفقيه يعني العالم المقري السيد عبد الرحمن شطور. ما شاء الله. والأخ السيد محمد كذلك من إخواننا الأفاضل من مدينة القنيطرة. والأخ السيد عبد الهادي أيضا كذلك من إخوة العاملين في حقل الدعوة، وهو أيضا هؤلاء يعني الآن شرعوا يحفظون القرآن الكريم. ما شاء الله. مع كبار شوية سنهم. ما شاء الله. وكذلك الشيخ أحمد من الداعية والواعظ والخطيب الجمعة بمدينة السلا في حي القرية. ما شاء الله. وكذلك السيد عبد المجيد من مدينة تمارة. ما شاء الله. مدينة تمارة هي جوار الرباط. جوار الرباط شمالا أم جنوبا؟ لا غربا، جنوبا. جنوبا نعم. نعم كذلك من إخواننا الأفاضل والحمد لله. الأخ من ماليزيا أيضا يعني كما قلنا ذكرنا يعني من أقصى يعني البلاد الإسلام والمسلمين إلى أقصى يعني المغرب العربي. المغرب العربي ما شاء الله. وكذلك سيد عبد الفتاح الرغاي من مدينة الرباط، وهو من رباطي أصلا ما شاء الله. يعني كان موظف كبير في وزارة الداخلية الآن متقاعد. ما شاء الله. من إخواننا يعني الحريصين على السنة والتوحيد. الحمد لله. بارك الله فيهم جزاهم الله. هذا الدكتور ناجي لمين. ما شاء الله. من إخواننا الحمد لله، ومن العلماء ومن الفقهاء، له مشاركات في الفيق في يعني في في في, في يعني في جدة وفي الإمارات. ما شاء الله. ما شاء الله. والآن أستاذ في دار الحديث الحسني بالرباط. ما شاء الله. كذلك الأخ أبو مروان الداعية والخطيب هذا إمام وداعية والحمد لله، ومن مدينة كذلك من مدينة تمارة، وهذا كذلك من خريج دار الحديث الحسنية. ما شاء الله. كذلك ما شاء الله تبارك الله فيكم. أيضا لدينا ضيوف. هذا الأخ عبد اللطيف زاهد داعية وواعظ وخطيب بمدينة سلا بحي القرية، وهذا الدكتور عبد الحميد. ما شاء الله. طبيب أخصائي في أمراض الجلد بمستشفى ابن سينا. ما شاء الله تبارك الله. نشكركم حقيقة وجزاكم الله خير على حضوركم على هذه المائدة، ونشكركم كذلك على استضافتنا معكم في هذه المائدة. أكرمكم الله تبارك وتعالى، وبيتكم والمائدة مائدتكم، ونسأل بارك الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مائدة صحة وعافية لكم. اللهم. كيف ترى رمضان في سلام؟ والله يعني دائما هو على الخصوص مدينة سلا وفي المغرب، يعني كما تعلمون أن رمضان له خصوصية يعني خاصة، يعني سواء عن يعني من طريق الإيمان، يعني المسائل الإيمانية والمسائل جو الإيمان، والحمد لله الشر يخيف، والناس مقبلون على المساجد وعلى صلاة التراويح بشكل يعني غريب، وكل سنة يزداد المصلون، والمسجد مهما كبر لابد الناس الذين يصلون خارج
خارج المساجد أكثر من الداخلين، والحمد لله صار الشباب لهم قراءات جيدة مرتلة برواية ورش. على أي حال نحمد الله تعالى على هذه النعمة يعني في هذا الزمان هذا. الحمد لله. بارك الله فيكم. لعلنا نستمع الأذان الآن. هل إذا نبدأ الإفطار الآن؟ بسم الله الإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. على بركة الله. بسم الله. أعزائي المشاهدين، ها قد عدنا بعد وجبة الإفطار التي قدمها لنا الشيخ محمد في سلا. شكرا لك وأكرمك الله وكفر الله خيرك وجعل الله سبحانه وتعالى هذا في موازين حسناتك. ما شاء الله تبارك الله. حضروا أحفادك أم أحفاد أحفادك يا شيخ؟ أولاد وأحفادي. أحفادك يعني. نعم. أولاد وبناتي. ما شاء الله تبارك الله. ما عرفنا بهم؟ ما هذه؟ اسمي زياد تجاني. زياد ما شاء الله تبارك الله. وهذه من؟ صفا. وهذا؟ هذا عبد الصبر. عبد الصبر ما شاء الله تبارك الله. قلت لنا زياد يحفظ كتاب الله ما شاء الله. نعم. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ يا زياد؟ 12. 12 حزب. ها لو تعطونا الميكروفون. نعم. طيب يا زياد، اتحفنا بشيء مما تحفظ انت. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها لنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاك الله خير وكثر الله أمثالك. ما شاء الله يا شيخنا، بما أنك ما شاء الله عالم في القراءات، هذه قراءة تعتبر قراءة؟ هذه نحن أهل المغرب نقرأ برواية ورش، ولكن رواية واحدة من رواية ورش، لأن ورش عنده روايات متعددة. فنحن نقرأ من رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق المصري. ما شاء الله. ثم أبو يعقوب الأزرق له طرق أخرى، يعني طريق عن طريق. فنحن نقرأ برواية ورش طريق أبي يعقوب الأزرق ثم طريق أبي بكر بن سيف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه القراءات هل تعلم في المغرب خصوصا في شهر رمضان؟ هل الناس يعني يذهبون إلى مثل هذه الأماكن تدرس في هذه القراءات حاليا؟ والله يعني الآن الحمد لله بدأ الأمر يعود إلى أمره الأول، يعني الشباب الحمد لله عدد من الشباب وعدد من الشابات والنساء والرجال مقبلون على كتاب الله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان. فالحمد لله هناك يعني نهضة والحمد لله مباركة يعني في هذا الزمان هذا الحمد لله. يعني ما شاء الله تبارك الله. كنا نحاورك قبل أن نبدأ التسجيل حول المائدة الرمضانية الدسمة أحيانا، كيف تجدها؟ أحيانا قد تكون مزعجة خاصة لمن كان طول نهاره صائما ثم بعد ذلك دخل على مثل هذه المائدة العامرة. والله يعني هو يمكن بلاء عام، هذا أمر النساء وأنتم تعرفون يعني النساء وأنهم يعني فيهم هذا الكرم، مبالغة في الإكرام وهذا، وكذلك يعني نقصان العقل شوية. لا حول ولا قوة إلا بالله شيخي. لكن هل تعتقد يا شيخ أن الآن تختلف الثقافات على مستوى المدن المغربية؟ يعني هناك والله مائدة مثلا تكون عامرة على وجبة الإفطار، وهناك مائدة فقط يستخدمون التمر والماء ثم بعد ذلك يعودون. والله يعني على حسب يعني مستويات الناس المادية وكذا. فبعض العائلات وإحنا نحن كذلك عشنا هذا، يعني كنا يعني تمرة واحدة وشوية الحريرة وخبز يعني قمح فقط. والحريرة تعتبر كما قلت فرض. الحريرة هي فرض من فرائض رمضان، ليس من فرائض الشرع. نعم.
هي من فرائض الوجبة أو المائدة الرمضانية. لا والله كنا في الصغار يعني إذا لم تصنع الحريرة كأننا ما عندنا رمضان. ما شاء الله ما شاء الله. إذا هي تعتبر من أساسيات المائدة الرمضانية. لا بد، هي أساسية، هي أس الأسس. ما شاء الله تبارك الله. كيف تقيم العلاقة الاجتماعية التي تكون دائما بينك وبين الأسرة وبين أيضا الزملاء الذي خاصة في شهر رمضان؟ والله يعني في هذا رمضان عادة الأسر تجتمع على الطعام، ما شاء الله، تجتمع وخصوصا على طعام الإفطار وعلى طعام السحور. فالحمد لله تكون هناك مذاكرة، يكون هناك يعني مستملحات، يعني فكاهة، يعني أمور يعني من لا يخفى، يعني من الأمور الكلام الذي يجري بين العائلة. وأحيانا الأطفال يقع بينهم شجار وخصام، ما شاء الله، ربما على الحرير البيض، ربما على التمر، ربما على أشياء تافهة. جميل جميل جدا. طيب بالنسبة الآن للتربية، وما التربية هذا أبنائك ما شاء الله تبارك الله، كم لديك من الأبناء يا شيخ محمد؟ والله هذو أولاد بنتي، ما شاء الله، عندي يعني 3 ذكور وأربع يعني بنات. ما شاء الله تبارك الله. كيف تجد التربية معهم، وكيف تقدم مثلا لهم أسس التربية الأساسية في حياتنا؟ والله يعني ما هناك كبير جهد، ولكن الحمد لله كلهم يعني الحمد لله نرى فيهم الخير إن شاء الله، والحمد لله ملتزمون بالصلاة، وبعض منهم يعني حافظ القرآن، وبعض في طور حفظ القرآن، لا البنات ولا الأولاد، والحمد لله. في نطاق حفظ القرآن كان الشيخ أحمد يتكلم عن موضوع دور تحفيظ القرآن خصوصا في شهر رمضان. تكلم لنا شيء بسيط عن هذه الدور في رمضان وفي سلا بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كما هو في علمكم ان هذا الشهر المبارك هو شهر القران الكريم. نعم. وهو شهر فيه نفحات ربانيه وفيه موائد وعطايا ورحمه جل وعلا. فترى والحمد لله اقبال الناس على بيوت الله تعالى، إذا تجد المساجد ملأة والحمد لله بالشباب والأطفال والنساء والرجال، وكذلك دور القرآن الكريم لتحفيظ القرآن الكريم. فكما هو شائع في المغرب أنه الحمد لله ناس أهل المغرب يحبون القرآن حبا جما، لذلك ترى أي بيت إلا وتجد فيه الحمد لله من يحفظ القرآن ومن يجود القرآن ومن يشتري القرآن. إذا ترى الحرص يزداد مع رمضان بالنسبة للآباء أنهم يحرصون على تلقين أبنائهم القرآن الكريم، فتراهم يقبلون على دور القرآن لتحفيظ القرآن الكريم وتعليمهم القراءات وتعليمهم النحو واللغة العربية وتفسير القرآن الكريم. والآن والحمد لله في هذا الشهر المبارك توجد كثير من دور القرآن الكريم بمدينة سلا، وهذا والحمد لله جهد مبارك لكثير من العلماء والشيوخ، من بينهم شيخنا الفاضل محمد السحابي الذي له جهد مبارك في تأسيس دور القرآن والذي أشرف على كثير منها. أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك في عمره وأن يجزيه عنا خير الجزاء، فكان له الحظ الأوفر في هذا الدور المبارك وفي تأسيسها وفي النتاج الذي تنتجه بإذن الله تعالى. طيب جميل. الشيخ محمد كنا نتكلم عن ما شاء الله المجموعة من ضيوف، وكيف كنا ضيفهم من شفشاون وضيفهم من ماليزيا وكذلك من القنيطرة وتمارا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. دعنا نبدأ من ضيف شفشاون بسؤال بسيط. أستاذ أحمد، ما هي العلاقة القديمة ما بين سلا وشفشاون تاريخيا أدبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلاقة القائمة أو التي قامت بين مدينة شفشاون وحاضرة سلا هي علاقة تاريخية عظيمة، بدأت باستقبال عائلة أندلسية جاءت من الأندلس قصدا إلى بلاد المغرب وبلاد الجزائر وتونس، استقر بها الحال في مدينة شفشاون وكذا في مدينة أو حاضرة سلا. هذه الحاضرة، حاضرة سلا، شهدت على مر التاريخ مراسلات بين زعماء قبائل التي كانت في ناحية مدينة شفشاون، مراسلات حول الفتاوى العلمية، ومراسلات حول الجهاد أيام التي كان فيها الجهاد
سائدا لحماية المغرب والدفاع عن الصرح الإسلامي. ما شاء الله تبارك الله. كيف تجد الأدب؟ الربط الأدبي، هل هناك مجموعة من القصائد؟ هل هناك شيء مما تحفظ يعني خاصة في الأدب الأندلسي؟ الربط الأدبي بطبيعة الحال في كل مكان وفي كل زمان يتحكم على الواقع أن يوجد شعراء وأدباء وفنانين ينتجهم المجتمع. فهذه الحاضرة أنتجت شعراء هم في غنى عن التعريف، كما أن الشفشاوي أنتجت شعراء. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقدم لكم نظرا يسيرا من شطرات أندلسية، لأن الأندلسية التي تجمع بين الشفشاون وسلا. هذه النظرات نظرات طيبة، نظرات قيمة من الأدب الأندلسي، والتي نجده أو نلمسه في الشاعر العظيم المعروف على في صعيد الأندلس لسان الدين الخطيب، الذي يقول في قصيدة له رائعة جدا نالت إعجاب الشعراء، وهي: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما، في الكرى أو خلسة المختلسي. أو خلسة المختلسي. يعطيك ألف عافية، جزاك الله خير. ننتقل لضيف ماليزيا. أهلا بك في البداية وحياك الله ضيفا عنك يا شيخ محمد. نعم، أنني يعني أشكره على حضوره لنا في هذا الوقت. لك التخويل والتفويض، جزاك الله خير. العام ونسأله كذلك سؤال منا كلنا كأسرة واحدة، كيف هم أسرتنا في ماليزيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم يا شيخ وقناة المجد على هذه الدعوة المباركة. وحقيقة من الصعب أن أتحدث وأن أتكلم عن جو رمضان في ماليزيا في حين أنا قلبي وجسدي موجود في المغرب. ما شاء الله. يعني حقيقة يعني جو رمضان في ماليزيا يعني كالمغرب، يعني الناس يعني مقبولون إلى المساجد، في حين أن يعني الأئمة في المساجد يعني يصلون بقراءة الحفظ المعاصم. وهذا يعني فيما ألاحظ أن الفرق ما بين يعني الأئمة يعني في ماليزيا وأئمة يعني في المغرب. وكذلك يعني أن القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، ولكن يعني تبقى المشكلة عندنا لأن المسلمون الماليزيون يتكلمون بلغة ماليزية، وهم يقرؤون القرآن ولا يفهمون معاني القرآن. إذن نقول بأنهم يقرؤون ولا يتدبرون القرآن. إذن هنا يأتي الدور يعني العلماء والوعاظ في ترجمة يعني معاني القرآن إلى عموم الناس. ما شاء الله. أنتم الآن متواجدين في المغرب للدراسة الآن؟ نعم. في أي تخصص ما شاء الله؟ في دراسة إسلامية. في أي جامعة؟ في الجامعة ابن طفيل بيت 12. أنتم كنتم قبل فترة أسبوع ماذا كنتم في ماليزيا؟ لا أنا سأسافر لماليزيا الأسبوع المقبل إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أنتم الآن جلستم الآن نصف رمضان الآن كله في المغرب والنصف الآخر. يعني أفضل رمضان يعني في المغرب، أحب المغرب يعني حبا جما، ولذلك أمكث حتى نهاية رمضان وأسافر. شيخ محمد، ألا يتبادر سؤال أنت تقول لنا الفرق بين المغرب وبين لماذا يفضل المغرب على ماليزيا؟ لعله ضيف في المغرب. ما شاء الله تبارك. حقيقة يعني أنا أخص اللغة العربية في المغرب. قبل مجيئي إلى المغرب لم أتكلم يعني اللغة العربية ولا كلمة فقط. شكرا والسلام عليكم فقط. ما شاء الله. الحمد لله بعد يعني بعد مدة واحتكاك مع المغاربة، الحمد لله هم يساعدونني كثيرا في تعلم اللغة العربية. بس أنت تجد اللغة العربية الفصحى وهم يتكلمون اللغة الدارجة. ما الفرق بينها؟ هل تتكلم اللغة الدارجة لديهم يعني ولا؟ أنا أستطيع أن يعني أفهم كلامهم، ولكن يعني أنا أرد عليهم بلغة دارجة يعني. ما شاء الله تبارك الله. ولعل ما شاء الله تبارك الله شيخ محمد فعل ما وجدته هنا ما شاء الله هو الترابط الاجتماعي الجميل جدا بين المجتمع المغربي، فتجد أن لا يشعر الإنسان بغربة أبدا في هذا المكان. والله يعني فعلا نعم الحمد لله. يعني وهذا ما كنت أريد أن أسأل الدكتور الناجي حول الترابط الاجتماعي كذلك، وحول وأيضا سيكون هناك سؤال آخر، لكن دعنا في الترابط الاجتماعي. كيف تقيم الترابط الاجتماعي في المجتمع المغربي شيخنا؟ الترابط الاجتماعي في المغرب يعني هو مرده أننا
العمل المغرب يعني ورث على المدرب المالكي ويسمى بالعمل، بمعنى أن تكون هناك عادة معينة وهي لا تعارض الشرع، فيأتي الفقهاء ويقرونها مادام أنها لا تعارض الشرع. يعني الأشياء التي يعني قرها الفقهاء وتواطؤوا عليها على أن الأب هو الذي يزوج الابن وعادة ما يجلس معه. إذا كنت تجد مثلا الشخص عنده أبناؤه كلهم يجلسون معه يعني هذا الأمر هذا يجعل أن الحفيد مرتبط بالأب ومرتبط بالجد. أنا عندنا تقريبا على الشيء باسم الجوال على أن الابن لا يقول لأبيه أبي، إنما يقول له أخي خوي. بهذا العبارة خوي. خوي. خوي ينطق باللي ينادي لأباه بذلك. لأن والجد يقول له أبا أب. أبا. الجد ما يقول جدي. أشياء يعني في بوادي إلى حد الآن ما زال الآن. فلعل من هذا السبب يعني هذا السبب على أن كانت هناك الأسر المغربية أسر مترابطة مترصة متداخلة، حتى الشخص إذا يعني عزل يعني بيته واستقل بعائلته في بعض إلى حد الآن في بعض المناطق كأنه يعني كأنه عاق لما تركت أباك وذهبت واستقلت بنفسك. فلعل ربما هذا هو السبب في الترابط الاجتماعي بالمغرب، بمعنى أنا مرضوا إلى العادات والتقاليد، وهذه التقاليد ما دامت أنها لا تعارض الشرع. مثلا الشخص مثلا يأتي إلى إنسان يتزوج من ابنته، أقول أنا لا أزوج حتى تأتي بأبي وأمي. حسنت. كأن يعني بمعنى الولي ليس شرطا فقط في طيب دكتور، كيف ترى تأثير رمضان على مثل هذه العادات الاجتماعية؟ هل تزيدها ترابطا؟ قوية. ما شاء الله. حتى العيادة فهو يعني احنا نقول في رمضان نقول مبارك عواشر، عواشر معنا ايام العيد. رمضان هي ايام عيد وايام سرور وايام فرح وايام تجمع. جميل جدا الله يذكرك يا دكتور. ولعل السؤال هذا قد يعني يكون سؤال جدا مهم، الفرق بين رمضان الماضي ورمضان الحالي، فلعل الشيخ الفاضل يقدم لنا المايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر قناة المذاعة على هذا البرنامج الطيب، كما نشكر شيخنا سي السحابي على استضافته لنا وعلى هذه الجلسة المباركة التي تجمعنا بعلماء وإخوة كرام. فيما يخص السؤال الذي طرحتموه، رمضان في السابق رمضان حاليا خصوصا بالنسبة لي أنا الذي أنتمي إلى مدينة الرباط، سبحان الله يستعدون الناس لرمضان منذ 20 رجب. ما شاء الله. يعني تكون مراجعة بالنسبة إليهم لسلوكهم ولأخلاقهم، فيعتقدون أنه يجب أن يتركوا المحرمات يعني قبل 40 يوم من حلول شهر رمضان، الشهر العظيم الذين يقدسونه. فترى الذي ربما يعني يرتكب أشياء ويشرب أشياء يعني ليست يعني مباحة في الشرع يعني ينقطع عنها ويحاول أن يطهر نفسه استعدادا وليستقبل هذا الشهر العظيم. وهذه المسألة هذه كانت بطبيعة الحال منذ 50 سنة، يعني الأجيال السابقة كانوا هكذا يستعدون لرمضان. وسبحان الله منهم الذين ما يخرج رمضان حتى يكون قد تاب الله عليه. الحمد لله ما شاء الله. هذا الاستعداد وهذا الإيمان القوي. من جهة أخرى فيما يخص العادات والتقاليد في رمضان بالنسبة لمدينة الرباط، في السابق كانت ربما ما إلى نسبيا متواضعة، كانت يعني عبارة على تمر وشرب يعني التي تسمى الحريرة. مدينة الرباط عندها خصوصية في مسألة الحريرة، الحريرة يعني بالنسبة للرباط بكل أنواع الشربات. أما هذه التي يقصد بها المغاربة الحريرة في الرباط تسمى بوفر تونة. يسمونها بوفر؟ بوفر تونة. ماذا تعني الكلمة ذي؟ هذه بوفر تونة تعني هذه الحريرة
التي تتكون من يعني واحد عدد ديال المكونات، منها يعني الفقدنوس والقزبور و بعد القطاني والدقيق والطماطم الى اخره. جميل. لماذا؟ فبالنسبه لنا لما نقولوا يعني كفرتونا يعني تختلف على الحريره الاخرى، لان فيها حريره حلوه يعني تكون بالدقيق، فيها حريره حامضه تكون بالحلبة وبالحامض الى اخره. فكاين هذه من انواع الحريره الموجوده حاليا. طيب هل هناك نوع من انواع الاطعمه اندثرت خلال الفتره الماضيه مثلا، اصبحت كانت موجوده والان ليست متاحه او ليست مرغوبه فيها مثلا في وهو في الحقيقه هي هاد بالنسبه لمدينه الرباط عندنا بعض الامور نستعد لها، ما يسمى بالصفوف. الصفوف نعم. هي سلو مثلا ربما في المدينه الاساسيه في سلو، ولكن الخاصيه بالرباط عندنا ما تسمى بالزميته. وهذه الزميته يعني ليست شائعه بالنسبه للمغرب، يعني معروفه ربما خصوصا في مدينه الرباط. والان هو في الحقيقه لا زالت الاسر يعني متمسكه بهذه العادات، كل ما هناك انه نظرا لهذا ربما الجو اللي اصبح الان سائدا، وان المراه لا ربما بشغلها خارج البيت او كذا لا تستطيع ان تهيئ، ولكن مع ذلك كتبقى هذه المساله ديال العادات القديمه يعني سائده حتى الان. وما تسمى بالمخرقة المعروفة أو الشباكية، لأن فرق بين المخرقة والشباكية هذه أشياء ضرورية أن تكون على المائدة السلوية والرباطية كذلك. جميل. الفرق بين الماضي كما قلت كانت المائدة متواضعة وكنا كانت عندنا عادة ربما نذهب إلى المسجد نأكل تمر ونوصل لصلاة المغرب ثم نعود فنأكل يعني مرة واحدة، يعني أتكلم يعني في الصلاة ولا نأكل إلا يعني عند السحور، بمعنى أن هناك وجبتين إذا في هذا اليوم فقط يعني قليل المدة، الإفطار والسحور. الإفطار والسحور نعم. أما الآن فالمائدة يعني بكل صراحة يعني تضم ما لذ وطاب وكذا، وثم أنه ربما سمعتكم سألتم على كثرة هذا المكونات، فهو في الحقيقة هناك كثير من الناس يشتهون بالنهار ويشترون اشياء واشياء، ولكن لما يجي وقت الفطور لا يستطيع ان ياكل كل ما اشترى، فربما شهوة النفس هي التي تؤثر في كثرة هذه السنة وعمرانها. استاذ محمد، الا ليت الشباب يعود يوم، لا لاخبره بما فعل مشيبه بل لاستمتع بذلك الماضي. هل هناك فرق فعلا شعرت به الان بين رمضان قبل مثلا 30 سنة والآن؟ والله في الماضي كان رمضان أحلى. أولا كما ذكر الأخ عبد الفتاح يعني التواضع والبساطة والسهولة، ويعني كانت الجو يعني في فرح وسرور أكثر من يعني من الآن الأيام هذه اللي يعني كثرت فيها الامور الماديه والاسر يعني تفرقت، يعني كما ذكرنا يعني كان الاولاد والاحفاد يجمعهم بيت واحد. حتى ولو تزوج الولاد او الاولاد في بيت واحد يجمعهم، وكانت هذه الامور هذه علاقه اكثر وامتن والمحبه اكثر واوثق، وكنا يعني عندما ياتي رمضان نفرح به كثيرا. جميل جدا. طيب شيخي، الدعوه في رمضان، ما هي الأنشطة التي تبذل في شهر رمضان المبارك في هذه المنطقة دعوية؟ دعوية يعني تتكثف عادة في رمضان، تتكثف دروس الوعظ والإرشاد في المساجد. نعم. يعني في رمضان خاصة يعني بخصوص، فتكون يعني الجهود يعني أفضل من مما في غير رمضان. نعم. والقرآن والحمد لله يسمع في جميع المساجد وصلاة التراويح. نعم. يعني وامور كثيره يعني على اي حال في هذا الشهر العظيم. نعم. جميل. طيب اذا هذه اغلب الانشطه، هل هناك انشطه فقط تقام في شهر رمضان المبارك دون غيرها من الشهور؟ نعم كثير يعني من الامور يعني اللي
ولكن غالبا يعني هذه الامور، امور المساجد، امور الوعظ، امور الدروس، يعني الناس في الليل عاده في رمضان يزورون الاقارب والاصادق، يزور بعضها بعض ويجلسون يعني في الليل يعني للسمر وكذا ما شاء الله تبارك الله. الشيخ ابو مروان يفيدنا كذلك عن مجال الدعوه ما شاء الله في شهر رمضان المبارك، خصوصا انك داعيه ما شاء الله في هذه المدينه سلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. شكر الله لقناتكم هذه الالتفاتة لهذا الاختيار الموضوعي، كما نشكر شيخنا الشيخ محمد السحاري على هذه الاستضافة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته. جوابا عن سؤالكم، أهم ما يلفت النظر للداعية في شهر رمضان إقبال الناس على بيوت الله عز وجل، وهذا الإقبال يجعل الداعية يفكر كيف يستغل فرصة شهر رمضان لتبليغ أقصى ما يمكن تبليغه نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقبلين على الله عز وجل صياما وقياما وتلاوة للقرآن وصلاة في بيت الله عز وجل. الداعية يعني يلاحظ في مجتمعه أن المسلم في شهر رمضان يقبل على المسجد أكثر منه خارج رمضان، وبالتالي يحاول أن يضع برنامجا لمسجده إن كان له مسجد أو لمساجد متعددة إن لم يكن له مسجد رسمي، يحاول من خلاله إلقاء دروس مركزة تخرج الناس من عادة التعامل مع رمضان إلى عبادة التعامل مع رمضان، إخراج الناس من العادة إلى العبادة. الملاحظ أن الناس يستعدون لرمضان بكل أنواع المطعومات والمشروبات وربما حتى الملبوسات، لكن قد لا يهتمون بمسألة الإعداد الروحي لشهر رمضان. هذا واجب الدعاة، إذا أقبل الناس على بيوت الله ينبغي على الدعاة أن يكونوا على أتم استعداد لتوظيف هذا الإقبال على بيوت الله فينشطوا في دعوتهم لله عز وجل. كذلك أهم ما يثير الانتباه أن الناس يقومون بعدة أعمال اجتماعية ما شاء الله خارج رمضان، ولكن داخل رمضان تكثف الجهود في مسألة الإفطار ما شاء الله، وكذلك في مسألة زيارة المرضى في المستشفيات. هذا من أهم مقاصد رمضان، وخلق تلك اللحمة بين عناصر المجتمع وأفراد المجتمع، وأن يرحم القوي الضعيف وأن يزور الصحيح السقيم، فتنتفي وترتفع تلك يعني الفوارق الاجتماعية التي يعني تطبع قلوب الناس. هل يقام الإفطار الجماعي في مساجد المدينة؟ هناك بعض الجمعيات التي تركز على مسألة الإفطار الجماعي داخل مقراتها. جميل. سواء بناء على ميزانيتها أو بناء على مساهمة الناس. جميل. وأغلب هذه الجمعيات يساهم الناس في عملها الاجتماعي. والواقع أن المغاربة يعني كلما رأوا عملا من أعمال الخير إلا وأقبلوا عليه. الحمد لله. هذا مما من الله به على المغاربة. انطلاقا من إيمانهم وانطلاقا من إسلامهم. مسألة أخرى فيما يتعلق بالمستشفيات، يتحرك الحس العاطفي لدى المسلمين خاصة قضية الزكاة وتوظيف الزكاة، خاصة حينما يسمعون دروس رمضان ما شاء الله، يعني لدروس رمضان آثار فعلي وإيجابي في الواقع. فهو يحرك المشاعر، وإذا كانت الداعية ذا برنامج وذا منهج وذا يعني استراتيجية في دعوته، فهو من خلال دروسه يمكن أن يحيل الناس على مجموعة من الأعمال التي تغسل تاريخهم وتغسل ماضيهم الأسود مع الله عز وجل، وتصحح توبتهم من خلال بذل جزء من مالهم وإنفاقه في سبيل الله عز وجل، فيكثر التجاوب في هذا الأمر. ويعني لدي لائحة طويلة من الأمثلة في هذا الباب. كم مرة ألقينا دروسا
وجاء أقوام كثيرون يسألون متى وكيف نفعل لتطبيق مقتضيات هذا الدرس. هذا مما يدل على أن الخير في هذه الأمة. الحمد لله. شيخ محمد حقيقة نشكرك على استضافتنا، وكذلك نشكر جميع الحاضرين معنا في هذه البرنامج أسرة واحدة وكأسرة واحدة، ومشاهدينا أيضا الكرام أسرة معنا. ماذا تقدم في نهاية هذه الحلقة؟ بارك الله فيكم. أولا أقدم الشكر لكم وجزاكم الله خيرا. يعني هذه القنوات أحدثت يعني أمور كثيرة في 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 العالم الإسلامي والعربي. الحمد لله. والحمد لله الناس يعني مهتمون بها، حتى أن يعني ربما أخبركم بقصة وقعت يعني في المغرب، وأن قرية من القرى في الصحراء، وقد حكى لي الأخ عبد اللطيف، قرية من قرى في الصحراء النائية، فواحد من هنا من القرية يسكن مثلا في مدينة خنيف رياض، ذهب إلى هذه القرية وفي يعني هذه 20 سنة وكذا، فيمر الناس عليه لا يسلمون عليه، فأقسم بالله أن هذه القرية ما باقي يرجع لها، وهو رجل أعمى. ثم على أي حال مرت السنوات، وبما أن له عائلة ما يعني رجع لما رجع يعني قال الناس يسلمون، الأولاد يسلمون، النساء يسلمون، السلام عليكم، يعني وجد هذا تغيرا في هذه المدينة. نعم. فعلى أي حال قال لهم يعني ماذا وقع لكم؟ أنا كنت في القرية زمان، هذا ما أحد يسلم علي، كأنكم ما أنتم هذا، ولكن الآن تغيرتم، ما هو الشيء الذي يعني تغير عنه؟ قالوا له نحن نسمع إلى قناة محمد حسان، هذا هو السبب في هذه القرية وفي هذا البلد. يعني ما شاء الله تبارك والله، وعداد من القبائل كان يعني تأثروا فعلا بسبب هذا الإعلام. يعني القنوات والله القنوات الآن الحمد لله الله سبحانه وتعالى حمى هذا الدين. الخطيب يتكلم في مسجدي، ولكن القناة تتكلم في شرق بلاد الله وغربها، فهي جمعت ماليزيا وجمعت المغرب في نفس الوقت. وهذا الجمال فيها جدا، وهذا كان هدفنا الرئيسي حقيقة في برنامجنا أسرة واحدة، هو أن نجتمع كأسرة واحدة، وأن نجعل القاصي والداني يشاركنا هذه الابتسامة وهذه المائدة وهذه الروحانية الرمضانية من خلال هذه الجلسة مع الوجيه الطيبة النيرة الذين شاركونا معنا في حلقة هذا الأسبوع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشكر الله مسعكم، ونحن فرحون بكم وبأمثالكم، والله يعلم يعني فرح يعني كم من الفرح في هذه القنوات يعني التي تبث الخير وترشد المسلمين يعني وتبصرهم بأمور دينهم وبأصالتهم وبهويتهم، فجزاكم الله خيرا. وكذلك الشكر لك موصول شيخ محمد، وكذلك لجميع الحاضرين معنا، وكذلك أنتم مشاهدينا الكرام على مشاركتكم لنا في أسرة واحدة في حلقة هذا اليوم. كنا في ضيافة الأستاذ محمد بن محمد السحابي، عالم القراءات وكذلك الداعية، وفي صحبته وفي مجلسه نخبة من الأفاضل الذين شاركونا مائدة هذا الإفطار لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر، سلام على ليله مذ بدا محياه يزهو كضوء القمر، فأهلا وسهلا بشهر الصيام، فأهلا
وسهلا بشهر الصيام وشهر التراويح شهر العبر وشهر التراويح شهر العبر سلام على شهرنا المنتظر.